ماركو، مارين يحاول المرور لكن من امامه ماركو بقى شوين يخطفها ماركو، يتقدم الى الماني يلعبها الى كريم يصوبها كريم، ما زالت ريدويه. الله زين العيسى يلعبها الى الحزازي في الوسط عند منصور، تنقل الكره عند حمد الجيزاني يرسل عرضيه الجيزاني راسيه انسالبو. الله خسارة للرائد في تسع مواجهات، هنا الكرة عند انسيلمو، يتقدم انسيلمو البرازيلي يبحث عن هدف الثاني وصوب انسيلمو. محمد اسهلي إلى كريم لكن يصل إليها عبد الله حافظ يرسلها طويل، هرناني البرتغالي المهاري من أمام أحمد من أمام منصور يصوب. خوانكا مع الكرة، خوانكا إلى بانيجا، بانيجا عدى في كرة في الجهة اليسار وثم المحاولة عرضية. الله الكرة الثابتة ملعوبة من كويفا. الله الله واصلة في الجهة اليسار لعلي الزقعان، الزقعان ياخذ الكرة، الزقعان يحاول فيها وقت البدل الضايع، علي الزقعان يلعبها الى كويفا، كويفا كنترول على الكره من كويفا والكره عرضيه لمنطقه الجزاء. جول مصلحه النادي ان للباطن ملعوبه راسيه، جول مرت عند ساري، ساري مشيها للامام اصطدت وعادت، اوه بالخطا جول، بالخطا جول، جول 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 جول، استغلال والاجمل في اللقطه. الشمري يمشي الكره الامام، شوف المساحه الخاليه، المساحه الخاليه الموجوده في دفاعات ابها، هنا المرور، هنا الخطوره، هنا الجول، جول. الملعب الى انتاي، انتاي يحاول يرسل كرته الى ناحيه اليسرى، موتاري استلام، موتاري محاوله، متابع من جانب معتز، ارسل الكره والانطلاقه تعود الى محمد فؤاد، يحاول فيها يفضل عوده الكره الى الخلف، يمشي الكره الى برادريج، برادريج يصوب. موجوده العيناويه، الثقه الكبيره للفريق العيناوي في هذه الأثناء، لكن شوف الخطأ من الخيبري، يتقدم عمر يلعب كرة غريب، جول. وبالمناسبة هو ثاني أضعف خط دفاع مع الفتح، كرة ملعوبة إلى الأمام، النقلات النقلات، هشام فايق إلى الأمام، هذه حلوة، هذه جميلة، هذه جميلة. الهلال يستضيف الاتفاق في مباراة ايضا كبيرة، كرة ملعوبة جميلة من غليربي. الله 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 الله، ويمكن ان يكون هذا ثالثا. ايضا عند مشكلة في التهديف، التهديف ياتي. الله لا شك بان فيها الكثير من الانتقادات، وهو خسر في هذه الجولة من الوحدة، الآن محاولة وفرصة، فرصة للتهديف. الله أمام زبيدي وأمام أبو سبعان، يمرر الكرة، المولد أخذها ولمها حلوة بيمناه وعاد الكرة لمنصور. الله الله الكبرى، حسن العمري يرسل كرة للأمام وكرة هي جول، هي الدوسري تمريرة بينية، فييتو يبحث عن حلول، عودة بعد ذلك لناصر بكرة عرضية داخل منطقة، كاريو بكنترول بتسديدة وفييتو وجوميز، كويار تمويل ثم بعد ذلك تراجع اتفاقي، الهلال يحاول عن طريق ياسر الشهراني الكره العرضيه الكاريو عن طريق عطيف بلمسه الكاريو، كاريو يحدي من الاول، مار كاريو، مار كاريو، تمريره لجوميز. الله الله الركله في الثواني الاخيره، كيش حطها هدف اتفاقي